الهمزة في آخر الكلمة. هنا يعد الشيخ نور الدين السالمي من أبرز العلماء. طبعا هنا في هذا السؤال الأول هنا اقرأ الفقرة الآتية وضع دائرة حول الكلمات التي بها همزة في آخر الكلمة. طبعا احنا عندنا مجموعة من الكلمات بها همزة في آخر الكلمة، فمثلا هنا علماء، لدينا هنا همزة في آخر الكلمة، كذلك لدينا نشأ كذلك همزة في آخر الكلمة، كذلك لدينا قرأ كذلك همزة في آخر الكلمة، وأيضا لدينا المتلألئ كذلك همزة في آخر الكلمة، لؤلؤا كذلك همزة في آخر الكلمة، يضيء كذلك هنا همزة في آخر الكلمة. الآن نقوم بتقسيم الكلمات. أصنف الكلمات التي وضعت حولها دائرة حسب الجدول الآتي. طبعا أول شيء الهمزة على ألف، لدينا نشأ، كذلك لدينا قرأ. أما الهمزة على السطر فلدينا العلماء، وأيضا لدينا الإجلاء. أما الهمزة على واو لدينا لؤلؤ. أما الهمزة على يا لدينا متلألئ، وأيضا يضيء، وأيضا يضيء. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده، وهو أكتب هنا أكتب الهمزة في الآخر شكل بما يناسبها. إنزين، في أول سؤال لدينا هنا في أول سؤال أبدأ كل عمل بإسم الله، لا تجعل التباطؤ من صفاتك، شاطئ السواد من أجمل الشواطئ العمانية، اللسان الكاذب أسوأ شيء فقط نضع الهمزة، شيء في اللسان، المرء بأصغر قلبه لسان. عندنا هنا أوظف الكلمات أو الكلمات التالية في جملة من إنشائك. لدينا هنا هدوء، هذا هدوء جميل، أيضا كذلك لدينا سيء، هذا خلق سيء، أيضا لدينا التكافؤ مهم في العمل، أيضا لدينا ملأ الوالد البيت فرحة. هذه هي الأسئلة والإجابات لهذا الدرس. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة، وأيضا الاشتراك في القناة، وشكرا لكم على حسن الاستماع.